بتقدري ولا هلا ما سألت؟ لك يا عمي بيصير بين المرأة والرجال كتير قليل، بس ما في داعي للإهانة. وبعتقد إنه حكي لرافي كان كتير واضح. بتتذكري شو قال؟ إيه، قال مثل ما طلعت بترجع لحالها، أنا ما بجيبها. لا، قال إنه البيت بيت، ومثل ما طلعت بترجع. بعدين لا تخلي الناس يقولوا من إيدها. واضح، واضح إنه لساتك بتحبي. كيفك انت؟ شو انا غايس؟ غايس هون بس هيك حبيت.